في حلقة جديدة من أوتاوا. اليوم بدنا نحكي عن مكان جديد وجميل جدا، خليكم معنا عشان أورجيكم إياه. هذا المكان الرائع الجميل، شوفوا هذول السيسوز اللي هم سيسو موسيقية. بنبسطوا الأولاد كثير على هدول السيسوهات. طلع موسيقى. طبعا الحلو فيها انها بتعمل موسيقى. بسووها كل سنة مرة في سبارك ستريت. مرة حكينا لكم عن سبارك ستريت وشو فيه سبارك ستريت، جميل جدا، في شغلات كتير حلوة. هاي في شغلات كتير حلوة والناس هون كتير بتنبسط فيه وبسووا اكتيفيتيز وامور زي هيك. يلا ان شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا في سبارك ستريت. شايفين طول الطريق زي هيك. ديروا بالكم ان شاء الله نراكم في حلقة ثانية. ثلاثة ضد واحد. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.